بالأكيد أنه ما فماش شخص على سطح الكرة الأرضية ما يعرفش اللاعب المشهور كريستيانو رونالدو. هذا اللاعب اللي حصد العديد من الألقاب واللي حقق العديد من الأرقام القياسية تقريبا مع كل الأندية اللي انتمى لها، مع لشبونة، مع مانشستر يونايتد، ومع نادي ريال مدريد، وانقضى 9 سنوات كاملة. انتقل بعدها مؤخرا بصفقة تاريخية في الدوري الإيطالي لنادي يوفنتوس الإيطالي. الاسم الكامل لكريستيانو رونالدو هو كريستيانو رونالدو دو سانتوس أفيرو. تولد يوم 5 فيفري سنة 1985 في مدينة ماديرا في البرتغال. هذه المدينة واللي بسبب كريستيانو رونالدو والشهرة متاعه أصبحت كذلك هي مدينة مشهورة وقبلة للعديد من السياح على مدار السنة. تسمية رونالدو وحسب بعض الروايات جاءت بسبب محبة بو كريستيانو رونالدو للرئيس الأمريكي رونالد ريغان. كريستيانو رونالدو هو الابن الأصغر لماريا دوليريس دو سانتوس أفيرو اللي كانت تشتغل طباخة، وبوه جوزي دينيس أفيرو اللي كان يشتغل عامل في الحدائق العمومية وإن كان يقوم قص الأعشاب. كريستيانو رونالدو يمتلك أخ أكبر منه اللي هو هوغو، وكذلك أختين يفوقوه في السن. طفولة كريستيانو رونالدو ما كانتش طفولة سعيدة، بالعكس كريستيانو رونالدو عاش في فقر كبير. وانتمى كريستيانو رونالدو في سن 8 إلى نادي يدعى نادي أندورينا اللي هو نادي هاوي في البرتغال، وإن كان بوه يشتغل في قص أعشاب ملعب النادي هذا. كريستيانو رونالدو ومنذ طفولته كان متميز في لعبة كرة القدم، لكن كذلك كانت عنده بعض التسميات وبعض الألقاب بسبب سلوكه الغريب شوية، إذ أنه كريستيانو رونالدو كان يلقب بالطفل الباكي، وذلك للتذمر متاعه بعد كل باس يلعبها أو بعد كل تمريرة يلعبها لزملائه في منطقة الجزاء وما يتمكنوش من تسجيلها. كذلك تم تلقيب كريستيانو رونالدو بالنحلة السريعة، وذلك لصعوبة أو لاستحالة اللحاق بكريستيانو رونالدو في الملعب، وذلك لأنه يمتلك سرعة كبيرة جدا. في سن 15 تم تشخيص إصابة كريستيانو رونالدو بأحد الأمراض القلبية اللي ما عندهاش خطورة كبيرة، ولكن المرض هذا كان ينجم يمنعه من ممارسة كرة القدم البقية حياته. ولكن كريستيانو رونالدو قام بإجراء عملية بالليزر، والعملية هذه كانت ناجحة وتمكن كريستيانو رونالدو من استعادة صحته كاملة. أول لقاء في عالم الاحتراف خاضه كريستيانو رونالدو مع نادي سبورتينغ لشبونة وقت اللي كان يبلغ من العمر 17 عام، واللقاء هذايا كان بداية لقصة أسطورة كبيرة في عالم كرة القدم. سنة 2003 وبمبلغ يقارب 12 مليون باوند وبإصرار كبير من سير أليكس فيرغسون، قام نادي مانشستر يونايتد بالتوقيع مع اللاعب كريستيانو رونالدو في صفقة في الوقت هذاك كانت تعتبر صفقة ضخمة جدا نظرا لعمر اللاعب اللي مازال صغير ياسر. أول لقاء لكريستيانو رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد دخل فيه هو لقاء ضد نادي بولتون، وكريستيانو رونالدو نهارتها كان على دكة البدلاء. ومن الحاجات اللي لازم نعرفوها أنه السير أليكس فيرغسون تردد جدا في منح كريستيانو رونالدو الرقم 7 في نادي مانشستر يونايتد، وذلك لأنه العديد من أساطير النادي ارتدوا هذا الرقم، مما جعل مهمة منح رقم 7 في نادي مانشستر يونايتد لأي لاعب أمر صعب جدا. ومن الأساطير اللي ارتدوا رقم 7 في نادي مانشستر يونايتد نجم نذكره إيريك كانتونا اللاعب الفرنسي المشهور، وكذلك دافيد بيكام. كريستيانو رونالدو في مسيرته مع مانشستر يونايتد واجه العديد من النجاحات على الصعيد الجماعي للفريق أو على الصعيد الفردي له هو، إلى حدود سنة 2009 وين قرر كريستيانو رونالدو الالتحاق بنادي ريال مدريد، هذا النادي اللي عبر عن استعداده لدفع مبلغ يقدر ب 131 مليون دولار للحصول على خدمات اللاعب كريستيانو رونالدو. وفي شهر جويليا سنة 2010 أعلن على وسائل التواصل الاجتماعي أنه باش يصبح أب. الطفل هذايا اللي منحه كريستيانو رونالدو اسمه، واسمه أصبح معناه كريستيانو رونالدو جونيور، هو ابن لكريستيانو رونالدو من فتاة تشتغل كمنظفة في نزل وقامت بمعادة كريستيانو لفترة قصيرة. في مدينة ماديرا اللي تولد فيها كريستيانو رونالدو يوجد متحف خاص بكريستيانو رونالدو.
المتحف هذا يحتوي على الألقاب اللي تحصل عليها كريستيانو رونالدو، إضافة إلى بعض الصور الشخصية النادرة لكريستيانو رونالدو وبعض الأشياء المتعلقة به. مسيرة كريستيانو رونالدو ما توقفتش في كرة القدم فقط، بل كريستيانو رونالدو هو كذلك وجه إشهاري للعديد من الشركات. ومن أبرز الشهادات اللي حظى بها كريستيانو رونالدو شهادة أرنولد شوارزنيغر اللي قال إنه جسم كريستيانو رونالدو هو أحد أفضل الأجسام اللي عرفتها جميع الرياضات الجماعية منذ بداية ممارستها. كريستيانو رونالدو رفض وأعلن إنه ما هوش باش يقوم بوضع حتى وشم على الجسد متاعه، وذلك لأنه يقوم بالتبرع بالدم بصفة دورية. بعد مسيرة ناجحة مع نادي ريال مدريد دامت كما قلنا 9 سنوات، تحصل فيها كريستيانو رونالدو على عشرات الألقاب، منهم عديد من الألقاب في دوري أبطال أوروبا. قرر كريستيانو رونالدو يوم 10 جويليا سنة 2018 إنه يقوم بتوقيع عقد مع نادي جوفنتوس الإيطالي. العقد هذايا تبلغ قيمته 100 مليون أورو، وتبلغ قيمة الراتب الأسبوعي لكريستيانو رونالدو 500 ألف باوند، ومدة العقد هذايا باش تمتد على مدى 4 سنوات. مصادر معلوماتنا كالعادة تلقاها في الديسكريبشن. إذا كان عندك أي معلومات أخرى على كريستيانو رونالدو تحب تشاركها معنا نجم تكتبها في التعليقات. وكالعادة إذا كان عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعمونا بلايك سبسكرايب، وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم، وما تنساوش زادة تضغطوا على زر الجرس باش توصلوا ديما بآخر فيديوهات اللي نهبطوها. وإلى الفيديو القادم إن شاء الله نقولكم إلى اللقاء.